تفعيل مكالمات الفيديو على تطبيق الواتساب، هذا موضوع الحلقة لهذا اليوم، خليكم معي. مرحبا أحبتي متتبعي قناة لبنان فورتيك بهذه الحلقة الجديدة والمميزة إن شاء الله، وإن شاء الله بتمنى تنال إعجابكم أيضا. هي موضوع كيف فينا نفعل أو طريقة تفعيل مكالمات الفيديو على تطبيق الواتساب. طبعا إحنا من فترة عرفنا إنه في خطة أو فكرة عند شركة الواتساب لحتى تقوم بتطوير هذا التطبيق بعد ما قامت بإضافة ميزة المكالمات الصوتية، إجراء المكالمات الصوتية. هلأ في فكرة أنه أيضا تقوم بتطوير تطبيق الواتساب وتضيف ميزة أو خاصية المكالمات الفيديو، يعني مثل الفايبر أو مثل إيمو أو مثل التانجو. طبعا هذه الميزة طبعا بعدها قيد التطوير وقيد التجربة، لكن اللي بحب يطلع عليها كيف راح يكون شكل التطبيق بعد ما تصير مفعلة. في نزل تطبيق الواتساب من الرابط الموجود أسفل وصف الفيديو، لكن هنالك أمر مهم لازم ننتبه عليه. بداية بالنسبة للتطبيق الواتساب، إذا كانت نسخة الواتساب عندك 2.16.80 فيك تنزل التطبيق يلي أنا مثبته بدون ما تحذف التطبيق القديم. إذا كان تطبيقك 2.16.85 أو أكثر، فأنت بس تنزل هذا التطبيق رح يقلك إنه ما بيقدر يثبت التطبيق اللي أنت نزلته مكان تطبيق الواتساب، فكل اللي عليك تحذف التطبيق اللي أنت مثبته عندك الواتساب وتنزل التطبيق اللي موجود رابطه مثل ما ذكرت أسفل وصف الفيديو. هيدي كخطوة أولى لحتى تشاهد كيف بتتم عملية الاتصال عبر الفيديو بالواتساب. بس نختار الشخص اللي بنتحدث معه، وعند الضغط على هيدا الخيار خيار الاتصال رح يظهرنا خيارين مثل ما شايفين، الكول وعفوا الاوديو كول أو الفيديو كول. طبعا الفيديو كول مثل ما ذكرت حتى ما حدا يقول لي أنا عم غش بالفيديو أو شيء، مثل ما ذكرت حاليا الخدمة غير مفعلة، لكن بس تصير متاحة هيكون تطبيقك هو الأول في القائمة لحتى يشتغل. وكلنا بنتذكر وقت لما فعلوا خدمة الاتصال الصوتي صرنا نتصل لبعض لحتى نفعل الخدمة لبعض، ربما تكون الفكرة هيك بموضوع الفيديو كول، وربما يتم تحديث التطبيقات بشكل كامل لحتى يستفيدوا من هذه الخدمة. بس نضغط على الفيديو كول بتطلع لنا رسالة إنه هي could not place call. Video calling is unavailable at this time. يعني بهالوقت ما هذه الخدمة متوقفة، لكن بعد فترة رح تمشي، ممكن بكرة ممكن بعد بكرة، لكن رح تمشي. لكن أنت بتكون جاهز الواتساب عندك لحتى يستخدم هيدي الخاصية. هيدا كان موضوع الحلقة لهيدا اليوم، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها، وبتمنى ان يكون وصلت فكرة لكم بشكل جيد. نلتقي بحلقة جديدة ان شاء الله، الى اللقاء.